ونخش على الحلو بتاعنا. ايه الحلو بتاعنا يا شفيق؟ استاذ رحاب مقادير الحلو بعد اذنك. شرايح من التوست، والتوست يكون طري. ونغير السكينه والبلانشه. معانا سكر بني، معانا عسل، ويجعل ايامكم كلها عسل وقرفه، ده اساسي. والمقادير على الشاشه لا تتعدى اصابع اليد الخمسه، ولكن الحلو ده برضو للاطفال الحلوين، بيدي قيمه غذائيه عاليه جدا. من الحلويات الشتويه، من مكوناته هو بيقول كده، اذا كان العسل او القرفه، ولكن تنظيم مطبخك واحنا شغالين ده مهم. حلو الكلام؟ حاضر. تعالوا مع بعض نشوف مقادير المعدوس. شفناها المعدوس، بص على الحلاوه. تعالوا نشوف مقادير الحلو. شفناها يا استاذ رحاب المكرونه بتاعتنا، هنشتغل فيها بس خلينا نشتغل في الحلو. حاضر يا فندم. ادي التوست بتاعنا، شرايح التوست، بنقطع الاطراف الصغيره دي كده اللي هي في الاطراف، انا مش عايزها طبعا. في طريقتين لتقطيع الاطراف، لو هو طازه التوست بالشكل ده كده قطعيه بسكينه عادي اللي هي السكينه الحاميه دي، او سكينه منشار. السكينه منشار لما يكون التوست ده ناشف، بس لو طري قطعيه عادي بسكينه عاديه. خلي بالك الحاجات اللي انا بقولها دي مهمه جدا. علل ولماذا؟ لان التوست لما يبقى ناشف وقطعتيه بسكينه زي كده بيفرول منك على البلانشة. ايه الحلاوه دي؟ هي تعجب ولادنا. عملتها بالدجاج، حطيت لها شويه خضار، الخضار اللي موجود في درج التلاجه ناسيينه بقاله فتره. تقطعي كوسه، تقطعي جزر، فاصوليا، بسله، مشروم، بروكلي، لا قرنبيط ما ينفعش خالص، القرنبيط ده يتقلي. بواقي التوست دي ما تترميش من فضلك، دي تتحمص، بعد ما تتحمص تعملي بيها اي نوع بانيه انت حباه. خلي بالك. نعم نعم يا حبيبي نعم. حلو قوي. في المقادير 3 بيضة، حلو، مع قليل من الحليب. حلو لطيف وسهل كده. حليب والمضرب بتاعنا. شفت انا بسيب الحلو للاخر ليه؟ عشان اشتغل فيه على الرواق كده. شوية حليب صغيرين، شوية فانيليا، معلقة نشا، نقلب دول مع بعض. بيض، دقيق، نشا. قد ايه يا شيف؟ 3 بيضات، تحط عليهم معلقتين دقيق ومعلقة نشا. تقلبة تانية كمان. حط على البيض والحليب النشا ده شوية سكر بالقرفة، يا دلعك. ونقلب. مع شوية فانيليا ونخليهم على جنب. حلو الكلام؟ حلو الكلام. الحلو احنا شغالين فيه ما زلنا. مطبخك يكون رايق أول بأول. وارد حد يفاجئك. اللهم صل على النبي. ناخد التوست بتاعنا اللي قطعناه ده كده زي ما هو، ونشيل الحليب ده كده. بنجيب طبق صغير. اللهم صل على النبي. وناخد التوست ده كده نفس الطريقه كده. عندي زيت بيتحمر، دي شرايح التوست المقليه كريسبي. مكوناته رقائق الذره اللي هو الكورن فليكس، بنجيبه نطحنه، معانا بيض، معانا حليب. حاجة حلوة كده وسريعة، يعني لا عجنتي ولا جبتي عجانة ولا حاجة، حاجات كده بسيطة وحلوة تكفي ولادك،
ابنك عنده اصحابه بيلعبوا مثلا بيذاكروا، ماما هتاكلين ايه؟ تعمل لهم حاجات حلوه كده سريعه وسهله. فين الدي يا عم الشيف؟ اهو شويه دي كده عايزهم، نحط عليهم برضو شويه نشا صغيرين. انا عايزها كريسبي والتوست كده كده طري، خلي بالك. عندي قرفه ناعمه، اللهم صل على النبي، بنحطها هنا كده. شفت الحلاوه دي؟ شفت الجمال ده؟ وناخد التوست ده كده ينزل في البيض. ركزوا بقى عشان في خطوات عمل هنا. على ركاك الذره تاني الدقيق، هقول لك دلوقتي. حاضر، بيقول لي بتحطها في الدقيق الاول ليه؟ دقيق عشان تشيل من خليط البيض مع الحليب اللي انا حاطه. تاني ما خدش باله من الاولى ياخد باله من الثانيه والثالثه. تاني دقيق مخلوط بقرفه ناعمه وقليل من النشا للحصول على طعم كريسبي. عندي الزيت شديد الحراره، اخد دول احمرهم. حاضر يا فندم، عيني عشان نشوفهم في قلب الزيت اخبارهم ايه. اخبار الزيت ايه؟ لازم الزيت يكون غزير ودرجه حرارته عاليه جدا، يطلع الحلو ده من قلب الزيت يلاقي الايه العسل مستنيه. بص على الحلاوه دي، مش شرايح دجاج. على فين هنا؟ العب. تاني. في قلب الزيت. ممكن بدل البقسماط، سوري، بدل رقائق الذره دي نحط بقسماط، بس البقسماط مش هتبقى لطيفه. تاني خطوات العمل، هنحط دول في الزيت ونشرح بالتفاصيل هنا عملنا ايه. عشان الحلو ده تعمليه لاولادك برضو، حلو شتوي بما ان هو فيه عسل وفيه بيض وفيه قرفه. حلو الكلام. خلي ده كده على جنب، نعمل شويه كمان معانا وقت. حاضر، بس عايز التفاصيل لو سمحت. تاني زي الفل. تمام. تاني عملت ايه يا عم الشيف؟ جبت ثلاث بيضات حطيت عليهم شويه حليب وخفقناهم مع بعض مع شويه سكر وقرفه ومعلقه من النشا ومعلقه من الدقيق، لازم قلبناهم مع بعض، وشويه فانيليا، طعم الفانيليا، عايزه طعم الحبان حط طعم الحبان. وبعد كده جبنا شويه دقيق مخلوطين بالنشا بعد ما قطعنا شرايح التوست والاطراف بتاعتها، وبنغلف شرايح التوست توبنج كده من الدقيق والقرفه والنشا. بعد كده بنسقطهم هنا في البيض. موضوع لطيف وسهل. تطلع كده. هنا تاني. هنا. كلفكيش ثلاثة تعريفة. بس تجيب التوست طازة من فضلك. ولو في الفريزر طلعيه فك ياخد راحته. شيل كل حاجة دي من هنا عشان الحلو ده انا عايز اقدمه بطريقة حلوة برضو. بسم الله الرحمن الرحيم. ونشيل كل حاجة احنا مش عايزينها ملهاش عوزة، نوسع المطبخ بتاعنا. لكل أكلة من اللي انا عملتهم دول لهم تركاية لها سر، بداية من المعدوس اللي انا عملته. السر هنا تحمير البصلة مع التومة مع التوابل. نزلنا بالعدس المصري مخلوط بالرز المصري، انسجموا الاتنين مع بعض لأنهم الاتنين من أرض واحدة. شايف القرمشة اللي في قلب الزيت؟ بص السندوتش اللي في قلب الزيت ده كده، بص على الحلاوة، بص على الحلاوة. بص على الحلاوة، هو ده. تقدر تقدميه مع تونة. نجيب طبق التقديم بتاعنا الحلو عشان عايزين نحط العسل للأطفال، العسل اللي بيتابعونا. الله. حاضر، بعد ما نخلص أنا هجيب لك اتنين يا درش. حاجة كده كريسب على السريع وحاجة سهلة لطيفة حلوة، أعملها على شكل هرم بقى زي ما أنا عايز.
انا عندي شويه تانيين كمان احمرهم سريعا كده. ده مكانه فين يا غالي؟ هنا؟ حاضر اهو. يا حلاوه العسل النحل، واجعل ايامنا كلها عسل يا رب ان شاء الله. بس لازم العسل ينزل على الشرايح التوست المقرمشه دي وهي سخنه. عسل مع قرفه مع بيض، يعني الحلو ده فيه كل العناصر الغذائيه اللي بيحتاجها الطفل في المراحل الاولى من عمره. شيل ده كده وننزل التانيين في قلب الزيت. خرجنا الجميل المبدع حابب تنهي انا معاك زي ما تحب. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ هنحمر دول عشان ولادي معزومين النهارده، ممكن تاخدوهم هديه وانت رايحه تزوري قرايبك. حلقتنا النهارده بساطه سهوله مرونه. بدانا باكله بتقول للبرد تعالالي، اللي هي المعدوس بمكوناتها كلها طبعا لطيفه وجميله. عملنا كمان مكرونه سريعه التحضير للاطفال الحلوين اللي هيعترضوا على المعدوس. عملنا رقائق التوست الجميله بالعسل زي ما حضراتكم شايفينها بالقرفه مع السكر. يعني تفاصيل كتيره النهارده في الحلقه بتاعتي، ولكن عايز اقول لحضراتكم المنيو بتاعنا منيو شتوي للامانه.